دابا انا عيط دابا انا عيطوا لي الدراري انا تريسيام ديال ديال الدراري هنا ديال المول نعم وعيطوا لي باش نشوف هذا الشيء اللي وقع بصح حنا عندنا ماشي مشكل اصلا بايجا وقع المشكل وقلنا لهم يتصاوبوا هذاك الشيء المشكل عندهم في العمارة العمارة هما قسم بالله العظيم الى السيمانه هذه سبع ايام هذه باش قلت لهم هذا المشكل راه غيطري لكم هذا المشكل يعني هذاك المشكل ديال الدور غادي يوقع يعني انا جينا حتى جيت ولقيت هذاك الشيء لقيت الفاجعه هذه كامله وطلعت معاهم ما لقيتش ما ندير بقيت دخلت مع صحاب لي بومبيا وداك الشيء بقينا تخرجوا عباد الله مسكين واحد السيد اللي راه توفى وشنو المهمه ديالو السبب مسكين يلاه طلع معنا ولادو السطح كنا طلعناهم السطح باش كان ساكن هنا؟ اه ساكن هو السيد هنايا جا مسكين طاح لي حدا رجليا صحابنا حنا السيد سخيف عزيناه بقينا تنهزوه هو كان حيت كانوا شي ناس كانوا واحلين في واحد الدروج ديال السكر كانوا واحدين تما مشينا بقينا تفرعوا في الباب باش نجبدوهم جبنا هذوك الناس والسيد صحابنا حنا الرئيس خف هزينا لقينا السيد والامانه د الامانه المشكل كان ضايجه حيت راك عارف دابا تيوقع المشكل في الطو تيكون عندهم شي مشاكل عندهم في المواطن اي ماشي حوايج شي خيوط ما مزيريش عندهم لي شان تما بزاف ديال الحوايج هما اللي تياثروا على داك الشيء تيوقع هي تيسخن هي خاف صافي تيقعد شافي لا عنده فوا تكون عنده فوق 30 عام مسكينه عند المراه حامله وعنده وليد صغير انا ما كنتش خارج انا حتى جيت كنت مسخره حتى جيت ولقيت العافيه خليت بنتي في الدار الصغيره خليتها في الدار انا ساكنه في الدوزيام عاودوا لي قال لك شي وقع شي كوت سيركوي في الضو المكنه ديال الضو هادشي اللي عطى الله مات شي حد مات توفى السيد مسكينه توفى معنا السيده شحال في عمره تقريبا فوق 30 عام عنده فوق 30 عام فوق 30 عام بالنسبه اللي قالوا لك عنده 21 عام هذاك ما يمكن باقي دابا باقي حي داير لي الاكسجين في الدول السبيطار باقي حي باقي كلشي خص الناس يردوا البال وما يتيقوش في السرجورات وما يتيقوش حتى في الضو وفي ديورهم ما يتيقوش مشكله وصافي وقعت شي حاجه يهبطوا المهم بحال هكا لو وقعت شي حادث على غفله اول حاجه بنادم يتاخذ الاجراءات بعد اللي قريبه بنادم يهبط بعد المكانه ديال الضو المهم يديروا داك الشيء اللي قدروا عليه ولا لقى بنادم فين يهرب بعدا يعتق راسو اما داك الفراش وداك الشيء بنادم راه كلشي تيتعوض بنادم بعدا ينجا غير براسو وهذا السيد مسكين اللي توفات الله يرحمه مسكين ويغفر ليه المهم انا خويا غير خويا اللي ساكن هنا حنا سقنا الخبر دابا جينا تقريبا كما قالت دابا مرت الاخ ديالي الزوجه ديال الاخ تقريبا المهم راه فوق 30 سنه المهم حنا ما عرفناش دابا غير سمعنا عنده وليد وخلا مراته مسكينه حامله الله يرحمه ويغفر ليه والوليد الاخر راه مسكين الولد الاخر السيد الاخر راه مسكين راه تيعتقوه الله نتمناو ليه الشفاء وبنادم دائما يرد البال وهادشي اللي قسم الله امر الله ما عندنا ما يدير كلشي امر الله سيدي حنا ما معولينش على هادشي ما شفناه ما كان لينا في البال هادشي جا على غفله اللهم لك الحمد الحمد لله امر الله سيدي ولد خويا مشى يعتق ولدو وتخنق ما عرفنا في هادشي اللي كاين في منو ما غنشوفش هنا ولد عمي كيفاش اخرج ولد توفى مسكين ولد عمي كيجاتكم الخبر؟ لا انا في التليفون غتمشيو دابا غنمشيو دابا نسولو عليك كي داير المشاكل الناس كيف سمع عليا فاش كان خدام ولد عمي؟ كان خدام في التكنوبوليس موظف موظف هادي باقي هنايا